لا لاحتقار المغاربة، لا لا لاحتقار المغاربة، لا حق الفيزا حق من حقوق الإنسان، حق الفيزا حق مشروع، حق الفيزا حق مشروع، حق الفيزا حق مشروع، حق الفيزا حق مشروع، ماشي امتياز 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 الاقتصاد بغيتوها الفيزا خدتوها حق الفيزا خدتوها بثمنها بغيتوهم وفي الفيزا خدتوها في الفيزا خدتوها بهذه المناسبة هذه كنوقفوا إنذاريا أمام قنصلية إسبانيا بتطوان نظرا لتصاعد الشكايات ليس فقط من مواطنين عاديين بل من نخب اقتصادية ومن نخب سياسية وأطر إدارية وأطر أخرى من مهن حرة كالمحامين كالأطباء كالمهندسين وكذلك رجال الأعمال المعروفين لدى إسبانيا يعني وعندهم وكانوا كيديو الفيزات بواحد الشكل طويل ومع ذلك الآن ولاو تيرفضوا هذه الفيزا او لو تيقلصوها بواحد الشكل حتى كيخليو لك الوقت تافه ما عندك فين تستعمل ديك الفيزا اذا حنا كنوقفوا انذاريا وتنقولوا للدوله الاسبانيه عليك ان ترفعي سياسه العنصريه وسياسه احتقار المغاربه لانه لا يمكن بناء تنميه مشتركه وسلم مشترك و أمن مشترك إلا بالمعاملة التي يستحقها المغاربة كشعب قديم وشعب عريق وشعب قوي استطاع أن يتواجد بالحكم لمئات السنين في إسبانيا وسيرها وكذلك بحكم أن إسبانيا كذلك حلت عندنا هنا بالشمال وبالجنوب بتسيير بعض المناطق في عهد الاستعمار بمعنى أنه نشترك في عدد من الأمور وبيننا وبين إسبانيا تاريخ وثقافة وعواطف وعلاقة دموية احنا مزوجين من عندهم وما مزوجين من عندنا يجب على الدولة الإسبانية أن تحارب العنصرية والتطرف في أحزابها اللي هي احزاب غير حقوقيه ولا تستحق ان تتواجد على على يعني على الساحه السياسيه فمبادئ حقوق الانسان تمنع تاسيس الاحزاب اللي مبنيه على العنصر والتمييز علاش لان العنصريه والتمييز هي السبب في نشوب الحروب الاتحاد الاوروبي بيدو عنده واحد اللجنه مسميه لجنه مناهضه العنصريه اللي مأسا هذه تقريبا سنوات واشتغلوا فيها مغاربه واشتغل فيها احد الاطر الدوليه المغربيه اللي هو الاستاذ عبد الحميد البجوقي اللي هو بلغنا في واحد اللحظه ان الخطر والسبب ديال الحروب المقبلة هي اللي مبنية على العنصرية والتمييز والخطر كل الخطر هو من هذه العنصرية والتمييز لأنها التعبير الأخطر للتخلف احنا ولينا كنشوفوا أحزاب اللي بالوقاحة ديالها ولات كتمارس العنصرية بشكل أقوى سواء العنصرية الدينية أو العنصرية العرقية أو العنصرية الجهوية لمنطقة احنا أحسن من منطقة وبالتالي نحن تنقلوا الدولة الإسبانية نحن واعونا حقوقيا بالتاريخ والجغرافيا والفكر والسياسة نعيد التفاصيل السياسية التي يعيشها الشعب الإسباني حاليا نستطيع أن نصعد ضد إسبانيا وضد فرنسا كذلك إلا الكرامة حنا ما كنسعاو حتى على واحد حنا دولة وشعب عنده الثروة ديالو إذن لا
لا تسامح ولا تساهل في كرامتنا. نعم نعم، لقد راقبنا ذلك وقلنا بأنه ربما السفير الإسباني نظرا لأهمية الشمال عند الإسبان وأهمية المغربي في عند الإسبان، قلنا بأنه أول زيارة جاء هنايا لتطوان ربما أنه غادي يهضر مع المسؤولين في هذا الشأن. احنا ما عرفناش بالضبط فين فاش هضر، ولكن قلنا بأنه تقدر تغير السياسة، لكن ما تغيرتش، وبالتالي فربما الأمر يتجاوز السفير إلى سياسة ديال الدولة الإسبانية، وربما حتى ماشي الحكومة، ربما ماشي حتى الحكومة، لأنه نعرف بأنه ماشي الحكومة بوحدتها هي اللي كتسير إسبانيا، إنما كاين كذلك مؤسسات أخرى تؤثر.